بالنسبة لمحيط المطار كانت بالأمس، أما اليوم هناك حصار على المطار، يتم محاصرة ميليشيات الحوثي من محورين، الجهة الغربية والتي نتواجد فيها وأيضا وعلى بعد 3 كيلو تقع البوابة الغربية الرئيسية. الآن الاشتباكات هي على مسافة كيلو من هذا المكان، هناك اشتباكات متقطعة كانت قبل ساعة كانت بوتيرة عالية، الآن انخفضت حدة الاشتباكات، هناك اشتباكات متقطعة بين الويت العمالقة من جهة وبين ميليشيات الحوثي من جهة أخرى. أيضا قوات الويت العمالقة تقدمت نحو الجهة الشرقية وتحاصر أيضا الميليشيات الجهة الجنوبية وتتقدم نحو الجهة الشرقية من أجل إتمام الحصار تماما على ميليشيات الحوثي المتحصنة داخل مباني المطار، ولم يبقى منفذ للميليشيات الحوثي في حال قررت الانسحاب أو الفرار من داخل المطار سوى المنفذ الشمالي من مطار الحديدة. حتى أن مصادر النيران من قبل ميليشيات تراجعت بشكل كبير، هناك حالة من الانهيار في أوساط ميليشيات الحوثي المتمركزين داخل المطار. القوات الوية العمالقة هي تنتشر بكثافة، تنتشر حتى في المزارع المحيطة في المطار، تقدمت باتجاه الشرق بعمق 3 كيلو من أجل الحد من أي عملية تسلل تسعى لتنفيذها ميليشيات الحوثي. أيضا الهدف من التقدم نحو الجهة الشرقية هو الوصول إلى الخط الرابط بين صنعاء والحديدة، وبالتالي هنا يتم عزل ميليشيات الحوثي أيضا وقطع أي إمدادات قادمة من صنعاء إلى ميليشيات الحوثي المتجهة نحو المدينة. لكن بالأخير ميليشيات الحوثي لديها أكثر من خطوط إمداد، خصوصا أن الحديدة لها منافذ متعددة، لكن الوصول إلى جوار سور مطار الحديدة ومحاصرة الميليشيات تكون القوات قد قطعت شوطا كبيرا في وخلال فترة وجيزة من التقدم السريع، حيث تقدمت منذ أو خلال الساعات 48 الماضية تقدمت بعمق أكثر من 15 كيلومترا، رغم كثافة الأشجار، رغم كثافة المزارع التي تقع في الجهة سواء الشرقية من الخط الساحلي أو الجهة الغربية من الخط الساحلي، إلا أن قوات الوية العمالقة نجحت في الوصول إلى هذا المكان الاستراتيجي. هذا المكان الذي كانت الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية قامت باستحداث تحصينات كبيرة، حواجز كبيرة للحد من تقدم قوات الوية العمالقة، لكن قوات الوية العمالقة نجحت في الوصول إلى هذه المواقع الاستراتيجية، تمكنت من اختراق تحصينات الميليشيات الحوثية التي استحدثتها، أجبرت الميليشيات على التراجع بعمق 15 كيلومترا خلال الساعات 48 الماضية، والآن هي تحاصر الميليشيات داخل المنطقة وهو ما يسمى بدوار المطار. توسعت جبهات القتال بالنسبة للقوات وتوجهت نحو الشمال، وهي نحو الشمال في هذا الاتجاه، وهي الآن تتقدم نحو البوابة الغربية من مطار الحديدة، أيضا توجهت نحو الشرق وهي تتقدم باتجاه خط صنعاء الحديدة، وبالتالي هناك عملية فتح أكثر من جبهة ضد ميليشيات الحوثي، ليست جبهة واحدة، رغم أن هذه الجبهة هي الجبهة الرئيسية، هي الطريق المؤدي نحو مدينة الحديدة أو نحو المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة، رغم أن هذه المنطقة أيضا هي جزء من المدينة باعتبار أن هذا الدور هو المؤدي بعدها، الطريق أيضا هذا يؤدي إلى منصة العروض وهي المنصة التي استخدمتها ميليشيات الحوثي منذ سيطرتها على مدينة الحديدة للعروض العسكرية، كانت تقوم فيها عروض عسكرية، وبالتالي هي مجاورة لمبنى المطار. أيضا الوصول لها يمكن قوات المقاومة من التقدم أكثر باتجاه شارع الميناء، الشارع الذي يؤدي إلى ميناء الحديدة وأيضا يمر عبر كورنيش الحديدة وصولا إلى الميناء الاستراتيجي الواقع أيضا في الأطراف الشمالية لمدينة الحديدة، وهو الهدف التالي بالنسبة لقوات المقاومة المشتركة التي هنا تشارك في القتال ضد ميليشيات الحوثي. هذه القوات أيضا شاهدنا ونحن نأتي إلى هنا شاهدنا أرتال عسكرية تقوم بالتأمين، أيضا مدرعات تتجه إلى خطوط التماس، عملية توزيع في أكثر من منطقة، استحداث مواقع عسكرية كبيرة، التمركز استحداث نقاط تفتيش للتدقيق في أيضا لمنع أي اختراقات للجبهة، أيضا بين الحين والآخر تقوم الميليشيات بالرد على هذا التقدم من خلال إطلاق قذائف هاون على مواقع تابعة للمقاومة اليمنية. هناك أيضا اشتباكات الآن نسمعها متقطعة،
في الجهة الشمالية. فواز، هل تحاول هذه الميليشيا، يعني كانت هناك محاولات تسلل لهذه الميليشيا لأماكن تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة، هل تحاول هذه الميليشيا الآن بشكل أو بآخر نقل الاشتباكات إلى مناطق أخرى لمحاولة تخفيف الضغط عليها في مطار الحديدة؟ نعم بالفعل داليا، هي الميليشيات بعد هذا التقدم الكبير الذي تحقق خلال فترة وجيزة ووصول قوات ألوية العمالقة إلى هذه المنطقة ومحاصرة المطار من محورين، حاولت الميليشيات تأجيل معركة المطار من خلال تنفيذ محاولة تسلل في منطقة الفازة، من خلال فتح جبهة جديدة في منطقة الجاح. أيضا الآن نسمع اشتباكات عنيفة عند البوابة الغربية لمطار الحديدة بين المقاومة وبين ألوية العمالقة من جهة وميليشيات الحوثي، تجددت الاشتباكات بوتيرة عالية عند البوابة الغربية تحديدا. هناك أيضا سمعنا ذوي انفجار داخل المطار، لا نعرف عن هذا الانفجار أي تفاصيل. أيضا اشتباكات متقطعة في الجهة الجنوبية من المطار، المطار محاصر من محورين، هناك عملية التفاف جديدة تنفذها ألوية العمالقة لإتمام الحصار من ثلاثة محاور. أيضا فواز، بما أن هناك نسمع طلقات نار وما زالت الاشتباكات مستمرة إلى جانبك، شكرا لك فواز، حرصا على سلامتك، نتوقف الآن وسنعود إليك بعد قليل من مشارف مطار الحديدة. مراسلنا فواز منصر، شكرا لك.